تمام. طب كيف يمكن السيطرة على ليفان فيسكي؟ ليفاندوفسكي عشان نتحكم فيه من رأيي هو انك لازم تشوف مين اللاعب اللي يقدر تديله الكور على طول، لانك يعني انت النهارده لما عارف الكره رايحه لفين، لو ليفاندوفسكي معاه من 3 كور من 10 مش هيقدر يلعبه. ومش ليفاندوفسكي هو المشكله، ان انت توقف التمريرات ليه هي المشكله. قدرنا نتخلص من دي يبقى ليفاندوفسكي قدامه احتمالين فقط، احتمالين من 10 لو هيمرروا له 10 كور. ليفاندوفسكي رينالدو وليفاندوفسكي هم من افضل اللاعبين الهجوم في العالم، نعم، ولكن اعيد مكررا لازم توقف الكور اللي رايحه له عشان بكده تتفادى، وبكده يبقى عندك فرص انك تتحاشى في المباراه. طيب هو مين اللاعب اللي هو نقطة التحول من الدفاع للهجوم، أو اللي بيوصل الكور أكتر لاعب بيوصل الكور لليفاندوفسكي عشان نقدر نمسكه من وجهة نظرك؟ طبعا كان كيميش هو اللي بيقدم الكور على طول لليفاندوفسكي، وهو لاعب كويس برضه وبيسلم على طول لميولر. ميولر بيلعب لمسة واحدة لمستين معاه، بيبدل معاه الكورة. طيب. إلا إن ليفاندوفسكي لو طلعناه من صندوقه أو من منطقته أو أخدناه من الشمال لليمين، هتلاقي ساني أو ميولر بيكملوا معاه. فأنت المهم عندك إن الدفاع اللي هيقف قدام ليفاندوفسكي ما يطلعش معاه بره، يفضل في منطقته، يفضل في الخلف، لأن لو ساب مساحة مكشوفة هنا الخطورة. تمام.